احنا لسه بنتكلم عن اجازات العيد والمصايف. الهيئه العامه للارصاد الجويه حذرت الناس اللي رايحه تصيف في المدن المطله على البحر الابيض المتوسط من نشاط رياح يؤدي لارتفاع الامواج، خاصه في اسكندريه والعلمين وسيدي عبد الرحمن والشواطئ المفتوحه لمطروح وسواحل شمال الدلتا عند بلطيم وتمتد لمناطق من السواحل الشرقيه. طبعا بيقولوا ان الامواج هتصل هناك لارتفاع غير مسبوق 2 متر 2 متر ونص، فالموضوع طبعا في خطوره، فلازم يكون في تحذيرات للناس اللي رايحه هناك تغير جو، اللي رايحه تصيف لازم يكون في تحذيرات. احنا معانا الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، كل عام وحضراتكم بالف خير يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. نقيت انا على الناس اللي في الساحل، قلت الناس في الساحل وانا شغال او في تحذيرات اهو من هيئه الارصاد. فعلا طبعا احنا كان مهم جدا ان احنا نحذر كل المستفصين والمتواجدين في الساحل الشمالي، في سواحل اسكندريه، مطروح، السواحل، البحيره، كفر الشيخ، المناطق المطله على البحر المتوسط. التحذير كان خارج من هيئه الارصاد الجويه نتيجة نشاط الرياح اللي موجود طبعا في الخرائط واللي موجود تم رصده في خرائط التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. طبعا ارتفاع أو نشاط الرياح ده بيتسبب في ارتفاع الأمواج، مفيش كلام، خاصة على الشواطئ. طبعا كل ما دخلنا في العمق كل ما الأمواج كانت أكثر ارتفاعا. يعني الارتفاع ال 2 متر و 2 متر ونص ده هيكون بره على الشط؟ ده على الشط بالفعل، بره على الشط 2 متر على الشط بيوصل ل 2 متر و2 متر ونص في الاماكن المفتوحه شويه. ده كده الناس ما تروحش اصلا على البحر اليوم ده او الايام دي لحد ما الموجه دي تعدي. اللي هو الاربع النهارده وبكره الخميس هي تعتبر ذروه ارتفاعات الامواج. وكان لازم طبعا الهيئه تطلع تحذيرها، والحمد لله تمت الاستجابه السريعه من محافظه اسكندريه وايضا من طبعا غرفه ازمات دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. التحذير بتاعنا الحمد لله التواصل بيننا وبين غرف الازمات في كافه محافظات الجمهوريه بقى سريع جدا، فمجرد ما بنطلع تنويه عن اي ظاهره من الظواهر الجويه بيتم التعامل معها سريعا. بيبلغوا هم بقى الشواطئ العامه وبيبلغوا القرى السياحيه اللي موجوده في الساحل وكل الكلام ده، لانه نفترض ان الناس اللي هناك ما شافتش البيان. لا طبعا يا فندم، ده بيتم التعامل السريع مع الجهات المعنيه مباشره زي ما حضرتك ما بتقول وزي ما تواصلتوا معايا. يعني بالفعل تم غلق العديد من الشواطئ وتم رفع الرايه السوداء في بعض الاماكن، فطب والرايه الحمراء في اماكن اخرى، فطبعا كان في غلق للشواطئ النهارده. طيب دكتور محمود، بالنسبه للبحر الاحمر، البحر الاحمر يعني الى حد كبير في ارتفاع في الامواج لكن مش بالشكل اللي في نشاط الرياح اللي موجود في البحر المتوسط. طبعا البحر المتوسط اكثر ارتفاعا، مفتوح اكثر شويه من البحر الاحمر. ارتفاعات الامواج، اتجاهات الرياح نفسها بتكون مختلفه شويه في البحر الاحمر عن البحر المتوسط. اتجاهات الرياح بتكون موازيه للساحل بشكل كبير في البحر الاحمر، فما بترتفعش مع الامواج بشكل كبير زي البحر المتوسط اللي بتكون اتجاهات الرياح عموديه على الساحل، فإلى حد كبير بتكون أكثر خطورة ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط على البحر الأحمر. لكن مع الكلام ده برضو البيان بتاعكم بيقولوا إنه الجو هيكون حر جدا. طبعا ارتفاع نسب الرطوبة ده شيء طبيعي خلال هذه الفترة، درجات الحرارة خلال هذه الفترة حول المعدلات الطبيعية تتراوح من 33 ل 35 درجة على القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية تصل إلى 32 درجة، لكن نسبة الرطوبة هناك بتزيد عن 90%. فده اللي بيخلي الاجواء طبعا الى حد كبير مستشعرينها كما لو كانت 35 و36 درجه. لكن الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي فيها نشاط للرياح بتقلل شويه احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه. وتعتبر الاكثر مناطق طبعا في جمهوريه مصر العربيه في شهر 7 وشهر 8 اللي بيلجا فيها كافه المواطنين الاعتدال في الجو الى حد ما هي تعتبر مناطق ساحليه، ما فيش كلام طبعا. لكن حضرتك بتحذر الناس النهارده وبكره ما نقربش من البحر. يعني بقدر الامكان نخلي تعاملاتنا مع الانشطه البحريه كلها، مش لازم بس ده، كمان صيد، ملاحه، نكون حذرين شويه نتيجه ارتفاعات الامواج. وطبعا اخواتنا اللي ماسكين الشواطئ وهيئه حمايه الشواطئ متابعه طبعا ارتفاعات الامواج، وبيتم التعامل مباشره مع الامواج مع الشواطئ، بيتم غلقها لما بيتطلب الامر. كل الشكر ليك يا فندم دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.